في نطاق الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية، نظم المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بمدنين حملة تحسيسية بالطريق السياحية بمفترق الموعد تحت شعار من يشرب لا يقود. اخترنا الشعار هذا لأن كنت بطبيعة الحال الليلة معناها فما ناس تحتفل وتتناول الكحول بنسبة كبيرة، لذلك اخترنا الشعار هذا وتفاعلنا مع كافة السواق حتى نحسسهم بأهمية معناها التوعية وأهمية معناها كون الليلة هذه معناها يتوخوا شوية حذر لسلامتهم وسلامة كافة مستعملي الطريق. Yeah, it is my favorite.